الفظائع باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد، حان الوقت لإعادة تفعيل حركات لن يتكرر هذا أبداً. تحت هذا العنوان كتبت Human Rights Watch تقول: بدا العالم في فترة ما مصمماً على وضع حد لأفظع الجرائم التي تواجه الإنسانية، ففي أعقاب الحرب الباردة وبسبب الغضب الناجم عن الإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي في البوسنة، نشأت حركة عالمية مطلع الألفية أطلقت صيحة استنفار قوية، مرددة ما قاله الناجون من المحرقة: لن يتكرر هذا أبداً. كانت أفكارها راديكالية وقتها، لن تتوارى أي حكومة وراء سيادتها لتذبح شعبها، وما من رئيس دولة فوق القانون. حددت هذه الحركة لنفسها شعاراً مفاهيمياً، وهو المسؤولية عن الحماية، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005، كما احتضنت الجهود لإنشاء محكمة جنائية دولية لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. مرت الأعوام بسرعة، ويبدو أن المنعطف التاريخي الذي عقدت عليه الآمال اتخذ منح الهبوط الحاد، وأصبحت الفظائع التي وعد العالم بإنهائها الوضع الطبيعي الجديد. فبشار الأسد الذي شن على مدى 7 سنوات حرباً الأكثر وحشية ودموية في جيل، الذي قصف المدنيين وعمد إلى تجويعهم واستهدف المستشفيات واستخدم الأسلحة الكيماوية، يكسب الحرب الآن في سوريا بمساعدة روسيا ويعزز سلطته. وهذا يعني بطبيعة الحال أن عبارة هذا لن يتكرر أبداً قد أصبحت طي النسيان إلى أجل غير مسمى.